السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب الثانوية العامة. بعد ما تحدثنا المرة اللي فاتت عن بارت 1 في المجهول، وفي بارت 2 بقى يا جماعة يعني مبني على بارت 1، وفي بارت 2 مهم جدا. ليه؟ في الحاجات بقى كلها اللي فيها الحاجات فيها الشواذ واللي عايزة تفكير كده، فتعالوا نشوفوا مع بعضينا، وعايزك بصراحة تكون قاعد معايا ومركز جدا جدا جدا. تعالى كده نسمي الله. بقول most of the novels by نجيب محفوظ are still read by thousands of people. يعني بقول معظم الروايات التي كتبت عن طريق نجيب محفوظ، تمام، معظم الروايات التي كتبت عن طريق نجيب محفوظ ما زالت تقرأ أو ما زال يقرأها الآلاف من الناس. طب أنا المفروض لما نقول كلمة الذي يعني نقول which، الذي يعني إيه؟ نقول which، تمام؟ طيب كتبت يبقى نقول which where، وبعدين التصريف التالت من الفعل رايت يبقى هنقول ايه؟ الله يرضى عليك ريتن، صح؟ طيب يا جماعه، هل في الاجابات عندنا هنا في رايتنج وهنا ريتن وير ريتن وويتش ريتن؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني عايز نقول يا جماعه ان ايه؟ ان مفيش اجابه من دول زي اللي انا كتبتها فوق او الترجمه اللي انا قلتها فوق. تعال بقى افهم القاعده كويس. القاعده بتقول ايه يا جماعه؟ القاعده بتقول اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول، اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول وحذف ضمير الوصل، إذا كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل، نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل. يعني كانت الإجابة النموذجية زي ما قلت لكم which were written، which were هنا which were written، فإيه اللي حصل؟ هنحذف which، هنحذف where ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل. تاني يبقى إذا كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل، نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل. خلي بالك، بس لو انت لقيت يا جماعه ما يدل على ازمنه المستمر، نجيب بينج وتصريف ثالث الفعل. يا جماعه نجيب بينج وتصريف ثالث الفعل. تعالوا كده مع بعضينا نرجع للمثال كده اهو. بنقول معظم الروايات التي كتبت عن طريق نجيب محفوظ، تمام، ما زال يقراها الاف من الناس، يبقى المفروض هنشطب على ويتش، نشطب على وير ونكتفي بالتصريف الثالث الفعل، وبالتالي هناخد رقم بي. الثانية بقى يا جماعة، The patient is based now is 120 years old. يعني المريض الذي يفحص الآن، يبقى المفروض الإجابة تبقى إيه؟ Who is being examined. المفروض تبقى الإجابة كده Who أهو، Who أهو is being أهو examined، يعني الذي يفحص، الذي يفحص الآن. بص سيادتك، هنشطب على ضمير الوصل وهنشطب على فيرب تو بي، بس هنا بقى هنخلو بينج ليه؟ عشان وجود كلمة ناو. يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ بينج إكزام. يبقى تاني يا جماعة، لو كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل، نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل. لكن لو لقيت في الجملة عندك ما يدل على أزمنة المستمر، تاخد بينج والتصريف الثالث للفعل. ركز، الله يكرمك. طيب شوف كمان امثله اهو. بقول ايه يا جماعه؟ Some of يعني بعض من the young men for the new job didn't have the needed qualifications. يعني بعض الشباب الذين يحاورون من اجل الوظيفه الجديده ليس لديهم المؤهلات المطلوبه. المفروض الإجابة الصحيحة تكون إيه يا جماعة؟ المفروض تبقى which أهو، which أهو، سوري، young men هنقول who، تمام؟ who إيه؟ who are interviewed أهو، who are كده أهو interviewed أهو، اللي هم يحاورون. في يا جماعة الكلام ده؟ مفيش. يبقى هنعمل إيه؟ هنحذف ضمير الوصل، تمام؟ ونحذف إيه؟ verb to be. يبقى حذفت ضمير الوصل، حذفت فيرب تو بي، ونتقم ايه؟ ويبقى التصريف الثالث الفعل، وبالتالي هنعلم على رقم ايه. شوف المثال الاخر، نمبر 2، نمبر 2، The white shirt by my son is pure cotton. يعني القميص الابيض الذي يرتدى عن طريق ابني يكون من القطن الصافي. يعني معنى كده مبني برضه للمجهول. يعني المفروض تبقى الاجابه ايه يا جماعه؟ المفروض الاجابه يا مستر تبقى which is worn. المفروض تبقى كده which is a worn. يبقى نعمل ايه؟ نحذف ضمير الوصل، نحذف فيرب تو بي، ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل، لانه ما ادانيش في الاجابه which is worn، دي مش موجوده. يبقى نفتكر القاعده دي.
القاعدة دي مهمة جدا يا جماعة، الله يكرمك ركز عليها كويس. طيب يا جماعة بص يا شباب، لما تلاقي في السؤال كلمة هو حولها إلى إيه؟ إلى باي هوم. تاني لما تلاقي في السؤال كلمة هو نحولها إلى إيه؟ إلى باي هوم. بص كده، هو ويلكمد يو ات ذا ايربورت، يعني من الذي رحب بك في المطار؟ وات داز ذس مين؟ ده معناه ايه؟ مش انا قلت لك على القاعده، انت حضرتك لما تلاقي هو اهي، هو تحول الى ايه؟ الى باي هوم، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ الاجابه هتبقى رقم ده ايه؟ بي باي هوم، يعني عن طريق من؟ وير يو ويلكمد، رحب بك ات ذا ايربورت. طيب اللي بعد كده، وين سبيس يور فيرست نوفل بابليشد، يعني متى نشرت لك اول روايه؟ طبعا ديت يا جماعه مبنيه للمجهول. ليه مبنيه للمجهول؟ لان بنقول نشرت، والمجهول فيه ركنين اساسيين، وجود فيرب تو بي والتصريف الثالث الفعل. طب التصريف الثالث الفعل اهو بابليشد، يبقى فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا واز اللي هو فيرب تو بي. تعال كده على شويه اكزامبلز كده نشطونا شويه. سبيس زيز بلانتس واترد افري داي، خلي بال حضرتك، يعني هل هذه النباتات تروى كل يوم؟ يعني معنى كده برضو مبنية للمجهول. وعندنا كلمة every day دل على المضارع البسيط، وأصلا كلمة these plants جمع، وبالتالي هناخد R. number 3، when was the criminal، يعني متى المجرم قبض عليه؟ متى المجرم قبض عليه؟ يعني متى تم القبض على المجرم؟ لأن دي فيرب تو بي، فرجسنا تصريف ثالث الفعل. الإجابة بقى 2 hours ago، يعني منذ ساعتين. 2 hours يا شباب ago. Number 4، space was your car repaired، خلي بالك was your car repaired، يعني يا جماعة عن طريق من تم تصليح سيارتك؟ ها هنقول إيه؟ الله ينور عليك، هنقول باي هوم، لأن أنا قلت لكم يا جماعة لما نيجي نبني المجهول بنحول هو إلى إيه؟ الله يفتح عليك، إلى باي هوم. خليك معايا. على سبيس باي ذا هيد ماستر يسترداي. وبعدين بنقول يا جماعه بانشت ولا واز بانشت ولا جود بانشت ولا بي او سي؟ معنى الجمله ان علي عوقب عن طريق الناظر بالامس. عوقب يعني مش هو اللي عاقب، صح؟ يا ترى يا جماعه هناخد واز بانشت؟ صح. طب وجود بانشت؟ قال لك تنفع هي كمان. ازاي بقى تنفع يا جماعه؟ تعالى بس نفهمك الاول. بص معلي، في مجموعة من الأفعال، في مجموعة من الإيه؟ من الأفعال. الأفعال ده هي يا شباب يجوز إن إحنا نستخدم الفعل جيت نيابة عن فيرب تو بي. يعني لو استخدمت معاه فيرب تو بي صح، ولو استخدمت معاه الفعل جيت نيابة عن فيرب تو بي برضه صح. تاني، في مجموعة من الأفعال لو استخدمت معاه في المجهول الفعل جيت نيابة عن فيرب تو بي صح، لو استخدمت فيرب تو بي صح، ولو استخدمت الفعل جيت برضه صح. الأفعال ديت مين يا مستر؟ بص كده، يقبض على الريست، يقبض على الريست، يمسك كاتش، يمسك كاتش، يقتل كيل، يقتل كيل، يتزوج ماري، يتزوج ماري، يطلق ديفورس، يطلق ديفورس، يعاقب بانش، يعاقب بانش، يجرح انجير، يجرح انجير، يرتدي دريس، يرتدي دريس، يربك كونفيوز، يربك كونفيوز. يبقى الافعال ده اهي الريست وكاتش وكل وماري وديفورس وبانش وانجير ودريس وكونفيوز، تستخدم قدام منها في المجهول فيرب تو بي صح، ولو استخدمت الفعل جيت صح. تعالى بقى نرجع للمثال اللي كان معانا ده يا جماعه اهو، بيقول ايه؟ على سبيس باي ذا هيد ماستر يسترداي، ده الفعل بانش واحد من الافعال اللي احنا لسه جارينهم، يبقى لو استخدمت واز بانشد هتبقى صح يا حبيب اهو، واز بانشد صح، ولو استخدمت جود بانشد صح، وبالتالي هنعلم عليهم هما الاثنين. وصلت يا جماعه؟ يا ريت لو انت ما خدتش بالك تعالى فريق الاعداد مظبط لنا شويه امثله حلوين والله يعلمهم. تعالى كده بص معايا. ذا كريمنال المجرم واير تراينج تو اسكيب فروم ذا بوليس، يعني يا جماعه المجرم قبض عليه، قبض عليه بينما كان يحاول الهرب من البوليس. فواحد يقول لي ارستد مش نافعه لان دي معلوم، وواز ارستنج مش نافعه لان ديت كمان معلوم، نقول الله ينور عليك. طب وين ارستد يا بطل؟ برضه ما تنفعش لان ذا كريمنال فاعل مفرد، هنا المفعول هنا مفرد، وبالتالي ما ينفعش نستخدم ود، احنا المفروض نستخدم مع واز، يبقى دي كمان مش نافعه، يبقى نستخدم ايه بقى؟ الفعل جيت مع الافعال دي بالنيابه عن فيرب تو بي بتنفع اهو.
يبقى got arrested. Number two, the thief didn't space arrested last night. يعني فريق الاعداد فلسف بصراحه علينا زيادة على اللازم في دي. ليه؟ لانه دلوقتي arrested المفروض ان هي مبنيه للمجهول، فكل الموضوع ما فيه هو بيقول لي ان الفعل جت يا مستر، الفعل جت يا مستر، ممكن ان احنا بنستخدمه بالنيابه. بالنيابه عن مين؟ بالنيابه عن فيرب تو بي مع الافعال دي زي arrest. وكل الموضوع ما فيه ان احنا تاكدنا ان الجمله ماضي من وجود كلمه last night. فكل اللي هنعمله يا جماعه هناخد ايه؟ didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر، هناخد جت. نمبر 3، ماي كازن سبيس ارستد لاست مانث. شوف بقى هنا واضحه اهي، ماي كازن قبض عليه الشهر الماضي. لو انت بصيت هنا يا جماعه كلمه لاست مانث يبقى اذا از مش هتنفع، تمام كده، وجت مش هتنفع، وبي ده انا ما بنستخدمش بي دي الا امتى؟ الا بعد الافعال الناقصه وبعد كلمه تو بمعنى ان او لكي، يبقى برضه مش هتنفع، ويعني هنستخدم كلمه جوت. نمبر 4، ماي كات سبيس لاست and I am looking for it. يعني بيقول ان القطة بتاعتي تاهت، تمام، وانا بابحث ايه؟ بابحث عنها. طب my cat دي ينفع تاخد R؟ لا يا مستر. تاخد بين؟ لا يا مستر، لان بين عايزين نجيب بعدها بعد مين؟ بنجيب بين دي بعد have او has او had. فاضل لنا بي، بي دي بنجيبها امتى؟ لسه جايين لك بعد الافعال الناقصه وبعد كلمه تو بمعنى ان او لكي. هنا هناخد جيت لان لوز فعل من الافعال اللي قلت عليهم. نمبر 5، دو يو سبيس كونفيوزد. يعني هل ارتبكت؟ اف يو لسن، او هل ترتبك؟ اف يو لسن تو ميوزك وايل ستادينج، يعني لو انت استمعت للموسيقى بينما كنت تذاكر، خلي بالك. دو يو ايه؟ خلي بالك. هنقول واز؟ ما ينفعش. ليه؟ لان اصلا حتى يعني يو مش هتاخد واز. طب دو يو جيتنج؟ لا برضه، لان دو الفعل زاد المصدر. طب بي ينفع نستخدمها؟ قلت لحضرتك ان بي ما بنستخدمهاش الا لما يبقى في فعل ناقص او تو بمعنى ان او لكي، فهنقول جيت كونفيوزد. طيب يا جماعه ركز بقى عشان خاطر في معلومه هنا مهمه جدا. لما يقول لك ذات بيلدينج يسترداي، يعني هذا المبنى ماله؟ انهار بالامس. يعني هي بتبقى كده، ذات بيلدينج هذا المبنى انهار، كولابس يعني انهار. طب انا هنقولها ازاي؟ هنقول واز كولابسينج؟ لا مش هتنفع خالص، لان دلوقتي المفروض ان اصلا كلمه يسترداي دي اصلا داله على الماضي البسيط، وديت ماضي مستمر. طب واز بين كولابسد؟ برضه مش هتنفع، لان ديت ماضي مستمر في المجهول. يا ترى كولابسد ولا واز كولابسد؟ اسمع بقى، قبل ما نقول لك الاجابه تعالى معايا ونعرفك. في مجموعه من الافعال، في مجموعه من الافعال، الافعال دهيت يا شباب لا تبنى للمجهول. بالله عليك عايزكم تحفظهم كويس قوي. الافعال ده هم ما بينبنوش للمجهول، ليه؟ عشان انهم لا يحتاجون الى مفعول به. يعني بتقول المبنى انهار، فين المفعول به؟ الشمس تشرق من الشرق، فين المفعول به؟ خلي بالك، فالافعال ده ها ردينا ظهرت فجأة، ها فين المفعول به؟ يبقى مفيش مفعول به، يبقى خلي بالك الافعال ده اهي، الافعال ده اهي ما بيجيش بعدها مفعول به، وبالتالي يا حبايبي لا تستخدم في المجهول. بص، يظهر أبير، يظهر أبير، يختفي ديس أبير، يختفي ديس أبير، يأتي قم، يأتي قم، يزيد انكريز، يزيد انكريز، ينخفض ديكريز، ينخفض ديكريز، يسقط فول، يسقط فول، يحدث هابن، يحدث هابن، يعمل ورك، يعمل ورك، يرتفع رايز، يرتفع رايز، يحدث أكر، يحدث أكر، يذهب جو، يذهب جو، يتعطل بريك داون، يتعطل بريك داون، يخص أو ينتمي بيلونج، يخص أو ينتمي بيلونج، يكسر بريك، يكسر بريك، يبقى أو يظل ريمين، يبقى أو يظل ريمين، يقيم ستاي، يقيم ستاي، يصل الرايف، يصل الرايف، يكلف كوست، يكلف كوست، ينهار كولابس، ينهار كولابس، يكذب لاي، يكذب لاي. يبقى الافعال ده هي يا جماعه ما بتجيش اصلا في المجهول، لا يظهر ابير، يختفي ديس ابير، كم انكريز ديكريز فول،
happen, work, rise, go, break down, belong, break, stay, arrive, cost, collapse, lie. الافعال ده هي لما تلاقيها يا محترم ما تاخدهاش في المجهول. تعال بقى نرجع للجمله بتاعتنا كده. يبقى اذا دلوقتي الفعل كولابس ده اهو واحد من الافعال اصلا ما تجوش في المجهول، وبالتالي يا جماعه واس كولابس دي اصلا كده غلط، يبقى مفيش هنقول الا ايه كولابس. يا رب تكون الشويه ده هم انفهموا، وبالله عليك كررهم لو ما بتصحوش معاك عشان تظبطهم حلو. تعال خد لك كمان مثال كده اهو. وين ا جلاس سبيس تو ذا جراوند، يعني لما الكوب يسقط على الارض. It breaks انه يتحطم يتكسر into small pieces الى قطع صغيره. بص وين ا جلاس، طيب خلي بال حضرتك فول من الافعال اصلا اللي ما بتجيش في المجهول لانها ما بتجيش معاها مفعول به، وبالتالي دي كده مش مظبوطه لان دي مجهول، ودي كمان مش مظبوطه لان دي مجهول، وطبعا دي يا جماعه مش هينفع نستخدم مضارع مستمر. ليه؟ لان دي حقيقه. بنقول لما الكوبايه بتقع على الارض بتتكسر الى قطع صغيره، دي حقيقه، فناخد ايه فولز. ركز يا حبيبي معايا. A car is based by me. خلي بال حضرتك يعني عربية ها تمتلك عن طريقي، صح؟ يعني ملكي يعني. طيب واحد يقول is had ولا belongs to ولا is owned ولا ناخد بي و سي. اسمع، الفعل هاف ما بيجيش في المجهول، يعني مفيش حاجة اسمها ام او از او ار هاد، مفيش حاجة اسمها كده، او واز هاد، مفيش حاجة اسمها كده، او وير هاد، مفيش حاجة اسمها كده. الفعل هاف لا يستخدم في المجهول، لكن بنترجمه ونجيب على حسب معناه فعل آخر. يعني لو كان بمعنى يأكل يبقى نستخدم الفعل eat، ولو كان بمعنى يشرب يبقى نستخدم الفعل drink، ولو كان بمعنى يتسلم أو يتلقى يبقى نستخدم الفعل receive، هكذا. بص كده اهو، الفعل هاف لا يستخدم في المجهول ويتم ترجمته ويوضع على حسب معناه فعل. يعني بص عليك مثلا، خلي بال حضرتك، لو كان معناه يشتري يبقى باي، لما يكون معناه يشتري يبقى باي، ولما يكون معناه يقضي يبقى سبند، ولما يكون معناه يعاني يبقى سفر، ولما يكون معناه ياكل يبقى ايد، ولما يكون معناه يملك يبقى اون او بوسس، اون او بوسس، ولما يكون بمعنى ياخذ نقول ايه الله يفتح عليك نقول تيك. فاننا تعالى بقى نرجع كده تاني المثال اهو. يبقى اقار از اسهاد، لا يا راجل اتق الله، اسهاد ايه ده؟ مش في المجهول اصلا. بيلونجز تو، لو ما فيش باي كانت نمشي، يعني انا ممكن كنت نقول اكار بيلونجز تو مي بس ما نشيل باي، لكن هنا هنقول ايه از اوند. يا رب تكون واضحه. تعالى كده كمان مثال عشان خاطر لو مش واضحه اسمعها مره واثنين واظبطها حلو. ذا لارج فيلا از بيز باي ماي انكل، يعني الفيلا الكبيره ده ها ملكيتها لعمي. طبعا يا جماعه زي ما قلت لك ان احنا هنستخدم بديل، هنستخدم ايه از اوند. يا رب تكون كله معايا، ما تكونش في حته تانية. خلي بالك. تعالى بقى عشان خاطر تشوف حته الحروف الجر مع الافعال المتعديه، يعني ايه مستر فعل متعدي؟ الفعل المتعدي اللي هو بينصب مفعولين، ادينا مثال بالراحه كده. لما نقول مثلا رودينا ها اوجدت مقعد لي، يبقى مقعد مفعول به، وانا مفعول به كمان. خلي بالك، يبقى هنا عندنا كم مفعول؟ عندنا اثنين مفعول. فالقاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله لو انت حضرتك بدات بالمفعول غير العاقل، يعني حضرتك لو بدات بالمقعد تمام، حط تو او فور قبل العاقل. تاني، لو بدات بغير العاقل حط تو او فور قبل العاقل. يعني مثلا بص حضرتك هنا بيقول جود بريزنتس وير جيفن سبيس زين، يعني هدايا جيده اعطت لهم. يا ترى هنستخدم تو ولا فور ولا اون؟ تعال بقى ندي لك انا نقول لك امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده. ركز معايا الله يرضى عليك. بص يا سيدي الفاضل، استخدم فور، استخدم ايه فور. اذا كان الفعل المستخدم واحد من دول، يشتري باي، يشتري باي، يبني بيلد، يبني بيلد، يجد فايند، يجد فايند، يحجز بوك، يحجز بوك، يصنع ميك، يصنع ميك، يغادر ليف، يغادر ليف، يدخر سيف، يدخر سيف، يحصل على جيت، يحفظ على، يحصل على جيت، يحفظ كيب، يحفظ كيب، يأمر اوردر، يأمر اوردر. يبقى يا جماعه لو كان الفعل المستخدم في الجمله باي او بيلد او فايند او بوك او ميك او ليف او سيف او جيت او كيب او اوردر، ها
هنستخدم فور قبل العاقل، قبل المفعول العاقل. بص معالي، ونستخدم يا جماعة تو، ونستخدم ايه يا شباب؟ تو. لو كان الفعل المستخدم ايه بقى؟ يعطي جيف، يعطي جيف، يحضر برينج، يحضر برينج، يقرض لند، يقرض لند، يدفع باي، يدفع باي، يسلم هاند، يسلم هاند، يعرض اوفر، يعرض اوفر، يمرر او يجتاز باس، يمرر او يجتاز باس، يقرا ريد، يقرا ريد، يدين او، يدين او، يبيع سيل، يبيع سيل، يعرض شو، يعرض شو، يكتب رايت، يخبر تل. يبقى يا حبايبي لما نلاقي فعل من الافعال ده اهي، جيف او برينج او لند او باي او هاند او اوفر او باس او ريد او 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 سيل او شو او رايت او تل، يبقى هنا هنستخدم حرف الجر تو. تعالوا بقى نرجعه كده اهو، بص كده معايا اهو، هنا كان عندنا الفعل مين؟ جيف، والفعل جيف بياخد مين؟ الله يفتح عليك بياخد تو، الله يرضى عليك. لو الموضوع مش لسه مش مستوى عندك مظبوط، راجعهم مره واثنين واحفظهم كويس، الله يكرمك، عشان خاطر الحاجات دي تبقى مهمه. اور تيتشر ميد علي، تعال بقى نقطه كمان اهي، اور تيتشر ميد علي هيز هوم ورك اجين. خلي بال حضرتك، لو انت فاكر في الوحده السادسه قلت لكم من الفعل ميك بكل اشكاله، يعني لو كان ميك او ميكس او ميكينج او ميد، بيجي بعدين مفعول ثم المصدر بدون تو. لكن لو كان في المجهول، يعني ايه لو كان في المجهول؟ يعني لو سبقه حاجه من فيرب تو بي، يعني لو سبقه ام او اس او ار او واز او وير او بي او بينج او بين، وبعديهم ميت، لا كده هتاخد تو زاد المصدر. يبقى في المعلوم يجي بعديهم مفعول ثم المصدر بدون تو، لكن عند بناء للمجهول يجي ليه تو زاد الايه؟ تو زاد المصدر. بص كده معايا اهو، اور تيتشر ميد علي، اور تيتشر ميد علي، هنا ايه؟ هنا اللي انت شايفه ده ايه؟ معلوم. ده ايه يا حبيب؟ ده كده معلوم، وطالما معلوم يبقى الفعل ميك بكل اشكاله يجي بعدين مفعول ثم، الله يفتح عليك، ثم المصدر، وبالتالي هناخد دو. يعني المدرس اجبر عليا ان يعمل الواجب مره ثانيه. تعال بقى لما نشوف كده في المجهول، علي واز ميد، هنا ديت مجهول، مجهول ليه يا محترم؟ عشان ادي فيرب تو بي وادي الباست بارتيسيبل، وبالتالي هنا هناخد ايه بقى يا جماعه؟ دو ولا تو دو؟ لا طبعا هناخد تو اهو، دو اهو، والقاعده جدا منك. بيقول ايه في القاعده يا جماعه؟ بيقول والله يا مستر الفعل ميد سواء كان في المصدر او في الماضي او به اي ان جي، في المعلوم يليه مفعول ثم المصدر. خلي بالك في المعلوم اهو يليه مفعول ثم المصدر بدون تو، لكن عند بنائه الى المجهول يليه تو زائد الايه؟ تو زائد المصدر. يبقى تاني الفعل ميك سواء كان في المصدر او في الماضي او به اي ان جي، في المعلوم يليه مفعول ثم المصدر بدون تو، لكن عند بنائه للمجهول يليه تو زائد الايه؟ تو زائد المصدر. ربنا يفتح عليكم بمنه وكرم رحمته. تعالى يا حبيبي القاعده دي كمان، I like people telling the truth. اه ده بصيت هنا لقيت لايك وبعدين الفعل في اي ان ايه؟ اي ان جي. اسمع الحته دي كويس قوي واعرفها. بص يا حبيبي، الافعال اللي بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، والروابط اللي بيجي بعدها الفعل في اي ان جي، وحروف الجر اللي بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، تاني بنقول لك الافعال اللي بيجي بعدها الفعل في اي ان جي، والروابط اللي بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، وحروف الجر اللي بيجي بعدها الفعل في ان جي، كل دول في المجهول يجي بعديهم بينج والباست بارتيسيبل، بينج وتصريف ثالث الفعل. تعال نوريك كده، بص اهو بيقول خلالي بس بقى اي لايك سبيس ذا تروث، مش هنا يجي بعدها الفعل في ان جي؟ يبقى هنا هنقول ايه يا جماعه في المجهول؟ بينج تولد. يبقى كل الافعال، بص كل الافعال والروابط وبعد اذنك زود لي عليهم وحروف الجر. كل يا جماعه زي ما الافعال والروابط حروف الجر التي يليها في المعلوم الفيرب بلس اي ان جي، الفيرب وبعدين ايه؟ وبعدين اي ان جي. في المجهول يليها ايه؟ في المجهول يليها، في المجهول يليها بينج والباست بارتيسيبل زي ما انتم شفتوا كده. طيب يا جماعه تعالوا نشوف مثال واثنين وثلاثه لغايه ما نظبط لكم الحته دي كويس. بص كده يا سيدي الفاضل، بيقول ايه؟ وايل سبيس ذا تشايلد، اهو ماله عامله تشايلد سمايل تو ذا دكتور.
هو بينما كان يفحص ولا كان يفحص؟ هو البيبي هيفحص؟ لا طبعا يفحص. يبقى هنا مبنيه للمجهول. واي دي في المعلوم لو ما كانش بيجي بعدها فاعل كان بيجي بعدها فعل في ان ايه؟ اي ان جي. الله يفتح عليك. ففي المجهول بقى هيجي بعدها بينج والباست بارتيسيبل، يبقى هناخد بينج اكزامبل. ركز معايا، الله يفتح عليك. بص كده، يلا يا جماعه اهو. وايل سبيس ذا بيبي وصفد، يعني بينما كان ايه؟ كان بيغسل. يعني عمرك شفت كده بيبي كده عمال يغسل نفسه؟ لا طبعا. يعني هنا هو مفعول به، وايل هنا مستر ما جاش بعدها فاعل، يبقى هنجيب بعدها ايه؟ بينج، والباست بارتيسيبل يعني اللي هي مبنيه للايه؟ للمجهول. اللي بعديها يا جماعه، وايل سبيس ذا دوج او ذا دوج، دوج طبعا ده امريكان، موفز اتس تيلز، يعني بينما ايه يا جماعه؟ بينما از ايتنج، بينما كان ياكل. طيب ولا ايتنج ولا از ايتن ولا بينج ايتن؟ خلي بالك وركز، لان الترجمه هنا مهمه جدا. واحد يقول لي از نقول بينج ايتن، ما انت لسه قلت. يبقى ايه يعني؟ الكلب هو اللي كان بيؤكل؟ طب كان بيؤكل وكان بيهز ديله يا اخي، يعني خلي الدنيا تمشي. لا ده معناه بينما كان ياكل الكلب كان يهز ذيله، هنا مبنيه للمعلوم، وبالتالي هناخد الفعل في اي ان ايه؟ اي ان جي. ولذلك انا بقول لك ركز، الله يكرمك في الترجمه. نمبر 4، وي اول افويد. ما معنى كلمه افويد؟ معناها يتجنب. باد بيبل، نحن نتجنب مقابله، يبقى يعني كده مبنيه للمعلوم، الناس السيئون، وبالتالي هناخد بعدها الفيرب بلس اي ان ايه؟ اي ان جي. طب اللي بعديها يا جماعه نمبر 5، وي اول افويد باي باد بيبل. اه هنا بقى ايه؟ نتجنب ان نقابل، ان نقابل يعني احنا كده بتقول وقت من المجهول، وخاصه بوجود كلمه باي اهي، عن طريق الناس السيئين. ويا مستر افويد ده هو كان بيجي بعديه الفعل في ان جي، ففي المجهول هيجي بعديه ربنا يفتح عليك بينج والباست بارتيسيبل، وبالتالي هنعلم على بينج ميت. امشي معايا الله يرضى عليك. بص كده نمبر 6 بيقول ايه؟ اون سبيس ذا هورس suddenly moved، يعني عند فحصه، عند فحصه او عند ما كان يفحص الحصان فجأة تحرك، يعني معنى كده مبنية للمجهول. احنا عارفين ان اون في المعلوم مش بعدها فعل في ان ايه؟ اي ان جي، بس احنا اتفقنا ان ديت مجهول، وبالتالي هيجي بعدها being والباست بارتيسيبل. يلا يا جماعة الله. طب تعالوا يا جماعه بقى في حته بقى، انا عايزك تكون فعلا فعلا مروق، وعايزك تبقى فعلا فعلا مركز معايا. في حاجه اسمها في الانجليزي افعال القول او الراي او الاعتقاد. مين اللي سماهم كده؟ اللي سماهم كده مستر اين. هم مش هتلاقيهم مكتوبه كده في الملخصات. الملخصات هيقول لك ان في مجموعه من الافعال، زي مين يا عم الحاج؟ زي مثلا يقول سي، يقول سي، او يعتقد بيليف، يعتقد بيليف، او يعتقد سينك، أو يتوقع اكسبكت، أو يأمل هوب، أو يأمل هوب، أو يخشى أو يخاف فير، أو يشكو كومبلين. هتبص تلاقي إن في أفعال تانية مش موجودة، زي مثلا يزعم الليج على سبيل المثال يعني. فأنا عشان خاطر كده عملتهم كده، قلت أفعال القول أو الرأي أو الاعتقاد. الأفعال ده هما يا جماعة دايما بيكونوا لنا جملتين. جملة أولانية بتبقى متكونة من الفاعل وأي فعل من الأفعال دي، وبعدين جملة تانية. بص كده معايا هنا حضرتك، بيبول سي، ادي الجملة الأولانية. ذات ندى ايرنس ا لوت اوف ماني، ادي الجملة الثانية. ندى بتكسب كثير من الفلوس. بص كده، وي هاف اكسبكتد، ديت الجملة الأولانية. خلي بالك، ذات طارق ويل باي ا فيلا، ان طارق هيشتري فيلا، دي الجملة الثانية. زي بيليفد ذات اي هاد بروكن ذا ويندو، زي بيليفد دي جملة، واي هاد بروكن ذا ويندو دي جمله. يبقى الافعال ديت مبدئيا نبقى عارف ان الافعال دي يا جماعه نظامها هي بتكون لي جملتين. طيب انا عايز نتعلم يا مستر ازاي ييجوا في المجهول. بص يا سيدي الفاضل، هم لهم ثلاث طرق في المجهول. الطريقه الاولانيه، بص يا سيدي الفاضل، بين ات وزت حط الافعال السابقه في المجهول. بين ات وايه وزت، بين ات وايه وزت. بص حضرتك اهو، ات هنا حاطط لي فيرب تو بي، وبعدين لان طبعا انتوا عارفين ركنين المجهول اللي هو فيرب تو بي، فيرب تو بي والتصريف الثالث للفعل. فبقول لي سيد او بيليفد او سوت او هوبد او كومبلينت او فيرد او كليمد، حط لي ذات والجمله الثانيه زي ما هي. لكن انا بقول لك اهو بين ات وذات خد لي الفعل في المجهول. بص فور اكزامبل كده، ات سبيس ذات ندى ارنس ا لوت اوف ماني.
بص كده، يقال ان ندى بتكسب كتير من الفلوس، يبقى انا عايز ايه؟ عايز فيرب تو بي والباست بارتيسيبل، وبالتالي ناخد از سيد. اللي بعديها اتس بيز طارق ويل باي ا فيلا، من المتوقع ان طارق هيشتري فيلا، يبقى انا عايز بين ات وزت صيغه مجهول، يبقى لازم هندور على فيرب تو بي والتصريف ثالث الفاعل، فادي فيرب تو بي اللي هو ايه؟ بين، فهنقول ات هاز بين اكسبكتد. يلا يا حبيبي اللي بعديه. It is based that I had broken the window. يعني من المعتقد، خلي بال حضرتك، ان انا كسرت الايه؟ كسرت الشباك. يبقى بين انت وزاد تاخد لي ايه؟ صيغه مجهول. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ was believed. لان طبعا دي ولا دول مش هيبقوا موجود اساسا. طيب دي الطريقه الاولانيه. طب الطريقه الثانيه، قال لي والله هتفاعل الجمله الثانيه، فاعل الجمله الرئيسيه، وبعدين هات لي فيرب تو بي، وبعدين هات لي التصريف الثالث من الافعال دي، وبعدين هات لي كلمه تو، وبعدين هات لي كلمه ايه؟ تو. بعد تو نختار ايه؟ قال لي والله بعد تو خد المصدر لو كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، وخد لي بعد تو هاف والباست بارتيسيبل لو تصريف ثالث الفعل لو كان سياق الجمله ماضي. تاني يا جماعه الله يكرمك، بص كده بقول ايه؟ بقول لي هات فاعل اهو، فاعل الجمله الرئيسيه، فاعل الجمله الثانيه، وبعدين هات بعد منه فيرب تو بي، يعني هات بعد منه يا ام يا از يا ار يا واز يا وير يا بي يا بين يا بي. طب وبعدين؟ وبعدين الافعال دي في التصريف الثالث، سيد او بيليفد او سوت او هوبد او كومبلينت او فيرد او كليم. وبعديهم حط لي تو زائد المصدر اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، وتو هاف والباست بارتيسيبل اذا كان سياق الجمله مضارع ماضي، سوري، وتو هاف والتصريف الثالث الفعل اذا كان سياق الجمله ماضي. بص كده، ندى سبيس تو ايرن ا لوت اوف ماني. بص ادي فاعل الجمله الاساسيه وادي تو، ولذلك انا بنقول لك بين فاعل الجمله الاساسيه او الرئيسيه وتو يا جماعه يعني هيبقى اي فاعل ما عدا ات حط لي صيغه مجهول، يبقى هنقول ايه؟ از سيد. اهو صيغه مجهول يعني فيرب تو بي والتصريف ثالث الفعل. بص معايا، خليك معايا كده اهو. طارق سبيس تو باي ا فيلا، يعني طارق من المتوقع ان يشتري فيلا، يبقى بين طارق وتو بين اي فاعل ما عدا ات وتو خد لصيغه مجهول يا جماعه من افعال القول او الراي او الاعتقاد، وبالتالي هناخد هاز بين اكسبكتد. بص اللي معايا بعديه، اي سبيس تو هاف بروكن ذا ويندو، يعني يعتقد انا اعتقد فيا ان انا كسرت الشباك. خلي بال معاليك، ادي هنا ايه؟ هنا ادي اي وادي تو، يبقى بينهم هتاخد صيغه مجهول يعني فيرب تو بي والباست بارتيسيبل، وبالتالي هناخد واز بيليفد. تعالوا اللي بعد كده يا جماعه، بص بقى، لو بدا بالمفعول بتاع الجمله الثانيه، لو بدا بالمفعول بتاع الجمله الثانيه تعمل ايه؟ نفس الكلام، هتجيب صيغه مجهول من الافعال السابقه، يعني هتحط فيرب تو بي والافعال دي تحطها في التصريف الثالث. طب وهتحط تو، بس بعد تو هتجيب بي والباست بارتيسيبل اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، وبعد تو هتجيب هاف بين والتصريف الثالث الفعل اذا كان سياق الجمله ماضي. على اهو كل الكلام ده، بص كده بقول لي يا حبيب، بقول لي والله لو بدات بالمفعول الجمله، المفعول الجمله الرئيسيه، هن برضو هنجيب بعديه فيرب تو بي، وبعدين الباست بارتيسيبل سيد او بيليفد او سوت او هوبد او كومبلينت او فيرد او كليم، اللي هي افعال القول او الراي او الاعتقاد. وبعدها يا محترمين نجيب تو بي بلس بي بي اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، وبعديها نجيب تو هاف بين بلس بي بي اذا كان سياق الجمله ايه؟ كان سياق الجمله ماضي. تعال كده نقول لك الخلاصه بتاعت الكلام دي. بص يا سيدي الفاضل، الافعال السابقه دي بين ات وزت لافعال القول او الراي والاعتقاد خليهم في المجهول، وبين اي فاعل ما عدا ات وتو برضه الافعال دي تبقى في المجهول. طب انا لو بديت، خلي بال حضرتك، طب بعد تو، بعد تو بقى هناخد المصدر اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، وناخد بعد تو هاف والباست بارتيسيبل اذا كان سياق الجمله ماضي. طب انا لو بديت بالمفعول يا مستر، نفس الكلام، هتبدا بالمفعول، هتجيب فيرب تو بي وبعدين الافعال بتاعت القول او الراي او الاعتقاد في التصريف الثالث، وبعد تو هتاخد بي والباست بارتيسيبل اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، وتاخد تو هاف بين اذا كان سياق الجمله ايه؟ اذا كان سياق الجمله ماضي. تعالى طب نقولهم لك كده كمان مره بس من خلال السمارت بورد هنا. بص كده بقول ايه؟ بقول يا حبيب هذه الافعال،
تكون في المجهول بين ات وزد. هذه الافعال تبقى في المجهول بين ات وزد، يعني بين ات وزد في النص اهو بينهم كده، يبقى اي فعل من افعال القول او الراي او الاعتقاد تبقى في المجهول، او اي فعل تاني وتو عدا ات برضه. يعني دلوقتي عندنا اي فعل تاني، اي فعل ما عدا ات ونهو تو بينهم، ما هو يا جماعه نونهم نون في الحته ده ايه، هيبقى الافعال بتاعت القول او الراي او الاعتقاد في المجهول. طيب بص كده في نمبر 2 بيقول ايه، بعد تو نختار الفعل في المصدر اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل، او يلي تو هاف والبسط بارتيسيبل والتصرف بتاعت الفعل اذا كان سياق الجمله ماضي. طيب اذا بدات الجمله بالمفعول فان تو يليها بي ثم التصرف الثالث للفعل، واذا كان ده الكلام ده اذا كان سياق الجمله مضارع او مستقبل. لكن يا حبايبي اذا بدانا بالمفعول يلي تو هاف بين والتصريف الثالث للفعل اذا كان سياق الجمله ماضي. بالله عليك الشويه دومت بالذات عايزك تركز معايا كويس، وفريق الاعداد يعني عامل لنا كام جمله كده عشان خاطر نظبطهم اكتر، فيا ريت تكون مركز معايا عشان تفهم كويس. بص كده، a lot of money to be earned by Nada. مش انا قلت لك اي فاعل، اي فاعل وتو في النص كده هناخد افعال القول والراي والاعتقاد في المجهول. يعني ايه؟ يعني وجود فيرب تو بي والباست بارتيسيبل والتصرف بتاعت الفعل. طب اللي بعديه، A villa space to be bought by طارق. والله انا بص اديني زي ما اديني، انا لقيت دلوقتي في كلمه تو اهي، وهنا في ايه، هنا في كلمه فاعل او مفعول ايا يكن هم بينهم، هيبقى ايه؟ الله يفتح عليك، هيبقى صيغه مجهول، يبقى هنقول has been expected. نمبر 3، ذا ويندوز بيست تو هاف بين بروكن باي مي. يا جماعه ذا ويندو وتو اهو، يبقى اللي هنا ايه؟ صيغه مجهول. يعني ايه؟ يعني وجود فيرب تو بي والتصريف الثالث للفعل، بس الكلام ده خاص بفعال القول والراي والاعتقاد، وبالتالي ناخد ايه؟ was believed. اللي بعديها يا جماعه، The brave man was believed. يعني الرجل الشجاع من المعتقد. خلي بال حضرتك من المعتقد ايه يا جماعه؟ انه هيكرم ولا يكرم؟ يكرم، لان هنا بدا بالمفعول. خلي بال حضرتك، طب سياق الجمله ديت يا مستر، ده سياق الجمله ديت ماضي، وانا قلت لك لما يبدا بالمفعول هتجيب افعال القول والراي والاعتقاد في المجهول، وبعدين تجيب لي تو، وبعدين تجيب لي هاف، مش كده؟ وبعدين تجيب لي بيم، وبعدين تجيب لي الايه؟ الباست بارتيسيبل اللي هتصرف تالت الايه؟ للفعل. فين الكلام ده؟ اهو تو هاف بين اونرد، يعني يكرم. يا رب تكون وصلت، وبالله عليك لو لسه ما ظبطتش معاك ركز، انا جايب يعني الاسئله كتير، ركز وان شاء الله هتظبط معاك. بقول لك يا جماعه، ات از بيز ذات سما ويل كم فيرست، من المعتقد ان سما هتطلع الاولى، والحمد لله سما طلعت الاولى على المدرسه. بص كده، احنا عندنا ات اهي وزت، ات وايه يا جماعه؟ وزت. بين ات وزت هيجينا صيغه ايه؟ صيغه مجهول. يعني ايه؟ يعني فيرب تو بي وتصرف تالت الفعل، وبالتالي هناخد از بيليفد. اللي بعديها، سما از بيليفد، هنا بدانا بمين؟ بسما، وبعدين حطينا فعل من افعال الراي او الاعتقاد او القول في المجهول، بعدين هيبقى كلمه ايه؟ الله يرضى عليك. بعدين كلمه تو، بس تو هيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى تو كام فيرست، يبقى ايه؟ لانها هتكون الاولى. نمبر 4، it is based that an accident took place on the ring road. يعني من المبلغ عنه ان هناك حادث حدث على الطريق الدائري. ده الفعل ريبورت ده يا جماعه لو يبلغ عن ده من افعال الايه؟ القول او الراي او الاعتقاد اللي بتبقى في المجهول بين ات وايه؟ بين ات وزت. ادي ات اهي وادي زت اهي، يبقى هنا هنقول ايه يا جماعه؟ has been reported. نمبر 5، he's best to make a lot of money. من المعروف عنه انه عمل فلوس كتير. بص كده، ادي فاعل اهو وادي تو، اللي بينهم اهو بيبقى ايه؟ بيبقى فعل من افعال القول او الراي او الاعتقاد، بس يكون في المجهول، يبقى هنقول از نون. لا بقى اللي ما فهمش بعد الامثال ده كلها يبقى يعيد بالراحه كده تاني ويجيبهم واحده واحده. ايز از بيست تو هاف فينانشال بروبلمز، يعني مشاكل ماليه. خلي بالك، ينفع يا جماعه نبدا بيت؟ لا، ده اصل هنا في تو، فانا نجيب اي فعل ما عدا مين؟ اي فعل ما عدا ات. ده ديت فائت ما تنفعش، ودي فائت ودي فائت، هنا دي اولها زي اهو، زي ار ريبورتد اهو،
يعني بلغ عنهم أو قيل عنهم أنهم لديهم الكثير من الأموال، الكثير من المشاكل المالية. حتى كده معلومة حلوة كمان بقول لك إيه. He was hit. Number one, he was hit on his head. Is base a stick يا جماعة. والثانية he was hit is base his father يا جماعة. لو لقيت أداة، لو لقيت المستخدم هنا أداة نستخدم حرف الجر with، يبقى هو كده هنكتب ايه؟ with اهو with a stick. طب والتاني he was hit، اه ده هنا لما نلاقي يا جماعة فاعل ناخد by his father، يعني عن طريق ايه؟ عن طريق والدين. تعالوا بقى للمعلومة دي كمان، والمعلومة دي مهمة جدا. بص يا جماعة، رغم اني قلت لكم في الفيديو الاولاني بس اتكم احنا ندهلكم. بص كده، كلمة having معناها بعد، كلمة having معناها بعد، ومعروف ان مستحيل ان يجي بعدها فاعل ولا مفعول، لا دي ولا دي. امال ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ قال لك والله لو كانت الجملة معلوم يجي بعدها الباست بارتيسيبل. طب لو كانت الجملة مجهول يجي بعدها بين وتصرف ثالث الفعل. وانا هنقول لك على علامة كده لما تلاقيها تعرف ان الجملة ديت معلوم او مجهول. بص حضرتك، having is based The report was handed to the manager. يعني يا جماعة بعدما كتب التقرير سلم إلى المدير. بص يا سيد الفاضل، لو أنت لقيت having، لو لقيت إيه؟ having وبعدين النقاط وبعدين الكومة على طول، أعرف إن ديت كده على طول مجهول. لو لقيت قبل الكومة، لو لقيت قبل الكومة ديت هنا هوت في إس، تعرف إنها معلوم. تاني، لو having وبعدين النقاط وبعدين كما يبقى دي مجهول. لو having وبعدين نقاط وبعدين في كلمة، في كلمة وبعدين الكما، يبقى كده ديت معلوم. فلما تبقى معلوم هتاخد التصريف الثالث الفعل، ولما تبقى مجهول هتاخد بين والتصريف الثالث الفعل، يبقى بين written. يلا يا شباب، let the door يعني دع الباب. ايه يا عم ده؟ let the door ايه ده؟ ده فعل امر. اه، ما الجملة الامرية لها نظام في المجهول. اي نظام في المجهول؟ قال لك والله الجملة الامرية في المجهول بتجيب ايه؟ let وبعدين المفعول وبعدين be وتصرف ثلاثة الفعل. طب يا مستر لو كانت منفية يعني هنعمل ايه؟ هنقول لك don't let مفعول be plus be be اهو. فهنا بص يا حبيب، اهو let the door، وهنقول لك ايه؟ be opened، يعني دع الباب يفتح. اهو بص حضرتك، اهو بنعملك عملية ريفريشمنت كده الأول على الجملة الأمرية، بنقول لك إنها بتبقى مثبتة أو منفية. المثبتة بتبدأ بفعل في المصدر أو always زائد المصدر. يعني مثلا زي لما نقول لك إيه؟ open the door، دي جملة أمرية مثبتة. always respect your teachers، يعني دائما احترم معلميك. طب منفية، don't زائد المصدر أو never زائد المصدر. فنقول لك don't waste your time، يعني لا تضيع وقتك. أو never tell lies يعني لا تكذب. خلي بال حضرتك. طيب الجملة الأمرية بقى ديت لما تبقى في المجهول، بص يا سيدي الفاضل، لو مثبتة هتجيب إيه؟ هتجيب let أهو، let مفعول be plus be be. طب لو منفية، don't let مفعول be plus be be. don't let مفعول be plus be be. بص كده، don't let yourself أهو، don't let yourself، دي جملة أمرية منفية في المجهول، يبقى هنجيب be cheated، يعني be وتصريف ثالث للفعل. don't ever let yourself، يعني لا تجعل نفسك أبدا. أهو space at نفس القصة، يبقى هنجيب be وتصريف ثالث الفعل، وبالتالي نقول be laughed at، يعني يضحك عليك أو يسخر منك. ركز معايا الله يرضى عليك. بص يا جماعة، احنا عندنا في ثلاث افعال، الفعل need والفعل require والفعل want. لما بنيجي نبنيهم للمجهول بتجيب بعدهم حاجتين، واحدة منهم يعني يا هتجيب الفعل في ing او هتجيب بعديهم to be وتصرف ثلاث الفعل. تعال نورهم لك كده على سمارت بورد. بيقول ايه يا جماعة؟ بيقول الافعال ده اللي هي need و require و want، عند بنائهم للمجهول يمكن ان ايه؟ ممكن ان يلي الافعال ديت، يليهم ايه؟ والله يليهم to be والباست بارتيسيبل، او يليهم الفيرب يضاف له اي ان جي. تعال كده نشوف المثال ده. ماي كار نيدز، يعني عربيتي بتحتاج to be repaired، ايوه دي صح، وريبيرنج ايوه دي صح، وبالتالي هنعلم على ايه؟ وبي. يا ريت كل معلومه الله يكرمك تركز عليها. يلا يا شباب،
بيقول اي سبيس انسر ذا كويستشن allowed ولا was allowed ولا was let. لا يا مستر، ده احنا اتعلمنا في الوحده السادسه ان الفعل let اصلا ما بيجيش في المجهول. الفعل let اصلا ما بيجيش في المجهول، وبنستخدم بنستخدم ايه؟ بنستخدم verb to be و allowed to. يبقى اقول was allowed to، يعني سمح لي ان اجيب على السؤال. 17 space by the police the thief was sent to prison. يعني قبض عليه عن طريق البوليس، خلي بال حضرتك، لسه أرسل إلى السجن. طيب being arrested دي نستخدمها لما نلاقي إيه يا مستر؟ ده لما بنلاقي الأفعال مش بعدها الفيرب بلس ING أو حروف الجر مش بعدها فعل في ING أو الرابط اللي ما بيجيش بعدها فاعل وبناخده بعدها فعل في ING، ففي المجهول بناخده بعدين كل دول إيه؟ being متصرف تحت الفعل. طب ما فيش، يبقى مش نافعة. طب بي ارستد انا اصلا بناخد بي دي امتى؟ ده بناخدها لما بنلاقي تو المصدريه اللي معنى انا او لكي او الافعال الناقصه، يبقى دي لا. طب هافينج ارستد ده كده دي معلوم. ايه الحكايه بقى؟ ما حدش فاضل الا دي، وهي دي برضه صح. قال لك اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول يمكن ان نستخدم التصريف الثالث في بدايه الجمله فقط. يعني التصريف الثالث خلاص وكفايه على كده. معلومة قلت لها لكم وأنا بنشرح في درس الحال، قلت لكم يا جماعة لو كانت الجملة مبنية للمجهول فمن الأفضل أن يوضع الحال قبل التصريف الثالث للفعل. أهو بص كده، أهو بيقول لك عند البناء للمجهول أهو يفضل وضع الحال قبل التصريف الثالث للفعل، لكن لو في حرف جر لا، حرف الجر الوضع هيختلف، مشي بعديه بعد حرف الجر. بص كده our health is space affected by، بص أهو، بص سيدي هنا إيه؟ هنا التصريف الثالث للفعل، حرف الجر بيبقى بعد التصريف الثالث، لكن الحال الحال هيبقى قبل التصريف الثالث الفعل. تاني، حرف الجر بعد التصريف الثالث الفعل، حرف الجر بعد التصريف الثالث الفعل، اما الحال قبل التصريف الثالث الايه؟ قبل التصريف الثالث الفعل. بص يا جماعه، ذا بيبي ويل بي لوكد افتر، ويل بي سبيس لوكد افتر. خلي بال حضرتك، معلش هو الاختيار المفروض يبقى هنا كده الحته دي اهو، يعني هنقول ايه؟ ان البيبي سيعتنى به جيدا، فهنقول ويل، هي دي طبعا الحال من جد يا جماعه. طب وكنا بص كده ادي التصريف الثالث، هنحط قبليه الحال وهنحط بعديه حرف الجر. يلا يا جماعه كمان مثال، ام كلثوم از بيست اوف ذا بيست ارب سينجر ويمن ان ذا ان هيستوري، يعني اعتقد ان ام كلثوم افضل مغنيه عربيه في الايه؟ في التاريخ. يبقى ايه يا جماعه؟ ما زال يعتقد فيها، صح؟ يبقى هنقول ايه؟ is still sought، is still ايه؟ sought. واحد يقول لي يا مستر ليه؟ هنقول لحضرتك لان still ده هو حال، والحال بنحطه قبل التصريف الثالث الفعل، يبقى هو is still sought. نمبر 4 pollution by planting trees، يعني يا جماعه التلوث يخفض دائما عن طريق زراعه الاشجار. خلي بال معاليك، هناخد ايه يا مستر؟ ما انا قلت لك هندور على الجمله اللي فيها الحال قبل التصريف الثالث الفعل. طب ما always ده اهي، always ده اهي يا ريس، اصلا ايه؟ always ديت ظرف من ظروف التكرار، وبالتالي هتيجي قبل التصريف الثالث الفعل، يبقى الاجابه ايه؟ is always reduced. هنا is always reducing دي طبعا كده معلوم، و always reduces ديت معلوم، و always is reduced لا ما تجيش الدنيا كده، ده انا قلت لك وشرحتها لك وقلت لك ان الحال يوضع قبل التصريف الثالث للفعل. حبايبي ربنا يديكم الصحه والعافيه الاول، بعد ما حضرتك تذاكر الفيديو ده كويس بمعنى كويس، طبعا الورق بتاع الشرح موجود عندك في صندوق الوصف. بعد ما تذاكره كويس بمعنى تذاكره كويس، تروح رايح بقى يا معلم انت كده مع نفسك وحالل مثلا كتاب المعاصر. وبعد ما تحل كتاب المعاصر هتلاقي عندك في فيديو بنشرح لك فيه حل أسئلة كتاب المعاصر بتاعت الجرامر، الجرامر لوحده، فيديو لوحده، في كل الجرامر كله على بعضيه. وبعدين تسمع الفيديو اللي أنا بنشرح فيه، مش مجرد إن أنا بنجاوب وخلاص. كذلك كتاب الجيم، تعمل نفس الكلام ده. ربنا يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ ويحقق لكم كل اللي تتمنوه. رعاكم الله.